هذا الحوار مع حضرتك. سيد مهند، تعديلات القانون كما تلاحظ تتشابك وتتعقد يوما بعد يوم، متى سيتم حسمها برأيك؟ وأيضا هنالك بعض المشككين في القدرة على القيام بانتخابات عادلة ونزيهة، هل الانتخابات العراقية أمر ممكن برأيك؟ تفضل. شكرا جزيلا، وخاصة على التسمية انتخابات العادلة والنزيهة. هناك فرق بين الانتخابات العادلة ونزاهتها. الانتخابات العادلة يجب أن تكون شاملة لجميع أطراف المجتمع العراقي، وأن يكون للمرشح وللناخب نفس الحقوق والامتيازات بالانتخابات، فبالتالي تكون أمام قواعد العدالة الموجودة. وهنا القوانين حتى تدخل الحكومة في هذا المجال، هناك حديث كبير. الحكومة شكلت فريق انتخابي من كبار المستشارين ومن زملائنا ونعرفهم. الآن أكو وجهة نظر حكومية في تعديلات، من ضمن هذه التعديلات بأن الإجراء يكون إلكتروني 100%، وكذلك تكون رقابة، بأن تكون شركات رقابة على الشركات الإلكترونية. الموضوع مو سايب، إضافة إلى إشراك جهات الحكومية في الرقابة على تمويل الأحزاب، على موضوع تسلحهم، على موضوع التخابر، العنف الانتخابي، الإقصاء اللي يكون، كل هذه الإجراءات المعنية بالبيئة الأمنية هذه مسؤولية الحكومة وليس مسؤولية الأحزاب أو البرلمان أو حتى المفوضية. هنا إذا حققنا العدالة ببيئة انتخابية آمنة، وبالتالي تسخير كافة أجهزة الدولة الرسمية في خلق البيئة الانتخابية ورقابة الأمن الانتخابي، راح تنطلق الانطلاقة مهمة. فلذلك رأي الحكومة في بناء بيئة انتخابية لتحقيق العدالة أمر مهم. أما موضوع النزاهة، هنا يجب إشراك أكثر من مفصل مجتمع إلى الرقابة، من ضمنهم ممثلين الكيانات السياسية أو ممثلين المرشحين، كون الترشيح راح يكون فردي، فبالتالي من حق كل مرشح أن يدخل مراقبين، منظمات المجتمع المدني وشبكات الرقابة. الرقابة الدولية وما نتمناه في هذه الانتخابات، وأيضا هذا واجب الحكومة، أن تلزم البعثات الدبلوماسية أن تجلب من دولها مراقبين دوليين وليس ممثلين عن البعثات، وأن مراقبين حقيقيين دوليين، إضافة إلى بعثة الأمم المتحدة، إلى الإعلام المهم جدا اللي هو جنابكم. الإعلام جدا مهم أن يراقب كل المحطات التي يراها مناسبا، ما تجي تحصل الإعلام إعلام في مركز انتخابي أو محطة انتخابية تنطي سماح وتحجب عن البقية، لا، الرقابة تكون مسموحة. إضافة إلى هذا أن تشترك الجهات المعنية في التعاقد وغيرها في المفوضية. المفوضية مستقلة نعم، ولكن قوانينها تابعة على قوانين الدولة، وبالتالي ممكن أن تشترك هيئة النزاهة على موضوع التعاقدات وغيرها، ممكن أن تشترك الأجهزة الاستخبارية والاستخباراتية على موضوع نشر المراكز ودخولها وعدم سماح بالتسلح قربها، ممكن أجهزة الأمن، أجهزة المخابرات اللي ترصد الحوالات والفلوس اللي تتحول من الخارج أو حتى من تجار أو غسيل أموال. كل هذه ممكن إذا حققناها ممكن نقول بأن راح نقبل على عملية عادلة انتخابية ونزيهة. نعم. وهنا نبدأ ببناء الثقة الصحيحة. ما لم تتحقق هذه النقاط ما راح ممكن أن نبني ثقة في قلب الناخب أن الناخب يتوجه للانتخابات، وبالتالي راح تكون قطيعة. وممكن أقول بأن كل الجهات اللي تطمح في عدم إجراء الانتخابات هي تعتقد نفسها أو تؤمن فعلا بأنها خسرت، وبالتالي غير قابلة بأن تجري الانتخابات، فتبدي المناورات بالتعديلات. أما مسألة بناء ثقة جديدة بالعمل الانتخابية بعد ما اهتزت، وخاصة اهتزت بهذه الطبقة السياسية، هذه مسؤولية المجتمع والخبراء الانتخابيين ومنظمات المجتمع المدني وأيضا المفوضية ومسؤولية الحكومة أيضا. نعم. إعادة الثقة بالبيئة الانتخابية وتحقيق العدالة سيد مهند مهم جدا، وهو الركيزة الأولى لبناء الثقة، ومن ثم ندخل بالعملية. نعم سيد مهند.